بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كده إن شاء الله تبارك وتعالى نصلي على النبي ونصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تاني حاجة كده قبل ما تنسى وتخش الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، ما كنتش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. توقفنا منذ حوالي أكثر من شهر ونصف عن بس الفيديوهات، ده طبعا كان بسبب إن احنا ما كناش عملنا الاستديو وكان إمكانيات بسيطة اللي بنشتغل بيها. الحمد لله بدأنا في تجهيز الاستديو وعملنا 2 سوفت بوكس وعملنا ترايبود وجبنا المايك وبدأنا كده بإمكانيات بسيطة. إن شاء الله تبارك وتعالى يتبقى توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم للقناة. أرجو من كل المشاهدين دعم القناة باللايك والفيديو دائما والاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. زي ما انتم عارفين قناتنا اسمها معرفة يوم. احنا معانا فريق إعداد متخصص في العديد من المجالات، مش كل المجالات طبعا، لكن معانا العديد من المجالات، مجالات الصحة، مجالات الطفولة، مجالات التنشئة الاجتماعية والتدريب الاجتماعي ومجالات التنمية الاجتماعية، وعندنا في مجالات الإلكترونيك والجيمر كل المجالات دي إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا كمان في الكورة، وعندنا في الجرافيك، وعندنا في الميديا. إن شاء الله تبارك وتعالى الفريق يقدر يوصل لكم أكبر عدد من المعلومات بطريقة مفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، بس ده بيتوقف على حاجتين. الحاجة الأولى هي توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم دعمكم للقناة والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديوهات ونشر الفيديوهات والشير وما إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. مع بعض هنقدر نوصل القناة لأكبر عدد من المشاهدين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. نبدأ بسم الله تبارك وتعالى، نرجع مرة تانية لإعادة بث الفيديوهات من جديد عشان نقدر نحقق أول 1000 سبسكرايبر ونوصل ل4000 مشاهدة ونحقق شروط اليوتيوب عشان نقدر ننطلق بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى. نمدكم معانا يا أحبة، إن شاء الله هتجدوا كل ما يسركم وبدعمكم هتستمر القناة وهتنتشر. ونقدر نقدم لكم العديد من المعلومات المفيدة في العديد من المجالات إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر تاني اللي ما عملش لك الفيديو يعمل، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ده فضل منكم وليس أمر مني. وفي نهاية الفيديو أتمنى إن احنا دائما نكون مع بعض على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ننطلق بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.